اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. نحن الان في محافظة البحيرة لمتابعة حالة الطقس. كما تشاهدون حضراتكم هناك اجواء مشمسة للغاية وسيولة مرورية على جميع الطرق الحيوية، القاهرة الاسكندرية الزراعي والقاهرة القاهرة الاسكندرية الصحراوي. هناك بالمدن وعواصم المراكز سيولة مرورية كاملة، الحركة التجارية تسير بانتظام، يعني خاصة بعد عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية وسوء حالة الطقس والأمطار الغزيرة التي انهمرت على المحافظة خلال الأيام الماضية. الآن الأمور تسير بانتظام كما تشاهدون حضراتكم، سيولة مرورية كاملة على جميع الطرق والميادين وداخل الشوارع. بطبيعة الحال هناك إجراءات احترازية إذا صح التعبير تقوم بها محافظة البحيرة والأجهزة التنفيذية لمواجهة أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة. هناك توجيه من اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة بمراعاة ومتابعة جيدة للمعديات النهرية حفاظا على أرواح المواطنين، أيضا مراجعة صفيات المطر ومحطات الصرف الزراعي وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي سوء من الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة. ايضا محافظ البحيره وجه بانعقاد غرفه العمليات المركزيه على مدار الساعه لمواجهه اي تطورات في هذا الشان وتلقي اي بلاغات. يعني الحمد لله خلال الفتره الماضيه وخلال فتره سوء الاحوال الجويه لم يكن هناك حوادث لافته في هذا المجال، يعني حوادث بسيطه يعني لا تذكر، الحمد لله الامور تسير بانتظام. المدارس رغم سوء الاحوال الجويه خلال الفتره الماضيه لم يتم توقيفها كما يحدث خلال الشهور، يعني مع بدايه فصل الشتاء. كما تشاهدون الحركة التجارية تسير بانتظام. يعني رغم حالة الدفء والشمس الساطعة إلا أن خبراء الأرصاد الجوية يحذرون أن الأجواء ليلا ستكون إلى حد كبير باردة، خاصة في المناطق الساحلية بمركزي إدكو ورشيد. يعني طبعا ده تحذير للمواطنين حتى لا ينخدعوا بالطقس الدافئ صباحا. خبراء الطقس يحذرون من ان هناك اجواء بارده ليلا، فنتوخى الحذر. في الاجمال كما تشاهدون حضراتكم طقس البحيره، شمس ساطعه وسيوله مروريه كامله وحركه تجاريه تسير بانتظام. ان شاء الله يعني خلال الفترة القادمة ما يكونش في اي يعني تقلبات شديدة على المحافظة.